بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة: ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية، وفي ركعتي الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة مستحب. والثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد الفاتحة أنه كان أحيانا يقرأ في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة أو أكثر، وأحيانا يقسم السورة الواحدة بين الركعتين، وأحيانا في راتبة الفجر كان يقرأ في الأولى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية من سورة البقرة. وفي الثانية يقرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية من سورة آل عمران. فهذا هو الأفضل، وهو السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ المصلي من أواخر السور أو من أوساطها في الفريضة أو في النافلة فهذا شيء جائز، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيجوز هذا. ولكن الأولى هو العمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وإذا نابه شيء: سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا ناب الإمام شيء في صلاته بأن أخطأ في شيء منها، بأن ترك ركنا أو واجبا، فإن المأموم ينبهه على ذلك. الرجال بقول سبحان الله، والنساء بالتصفيق، بأن تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى حتى يتنبه الإمام إلى أنه أخطأ في شيء. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينوب المصلين شيء في صلاته من خطأ إمامهم، أو أن رجلا أو امرأة يصليان منفردين ثم يستأذن عليهما أحد، فالرجل ينبه المستأذن بالتسبيح حتى يعلم أنه في صلاة، والمرأة تنبهه بالتصفيق حتى يعلم أنها في صلاة. فقوله إذا نابه هذا عام، سواء كان
نابه بسبب يعني خلل وقع فيه الإمام، أو بسبب أن أحدا استأذن عليه نحو ذلك. له أن يسمع التسبيح شيخ؟ نعم، وما يتنبه إلا إذا أسمعه التسبيح. وندرك من هذا، فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن المرأة لا ترفع صوتها عند الرجال، وإنما تكتفي بالتصفيق، لأن صوتها فتنة. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن التسبيح، أن التصفيق من خصائص النساء، وأن من صفق من الرجال فقد تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، فما يفعله كثير من الذين يتشبهون بالغرب اليوم من التصفيق في المحافل وفي هذا، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصفيق ليس للرجال، وإنما هو للنساء. للنساء، نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا بدره بصاق، وهو أو البزاق، وهو ما يعرض للإنسان في أنفه أو في حلقه، فإنه يبصق هذا الشيء وينثر هذا الشيء من أنفه، لأنه أذى، ويشوش عليه صلاته. فيباح له أن يبصق وهو يصلي، وأن ينثر ما في أنفه وهو يصلي. لكن إن كان يصلي في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد، لأن البصاقة في المسجد خطيئة كما جاء في الحديث. وإن كان يصلي في غير مسجد فإنه يبصق عن يساره، أو تحت قدمه ويدفنها. نعم. وإذا توفر مثل ما عليه الآن مناديل وشبهها، يقدمها على ثوبه. المهم هو يخير، بغى يبصق في ثوبه أو في طرف شماغه أو في مناديل، هو مخير، لا يتعين شيء من ذلك. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. هذا في حكم السترة، والسترة هي ما يكون أمام المصلي مما يمنع المرور بين يديه، فيستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، ويستحب في السترة أن تكون قائمة، هي مرتفعة، قدر مؤخرة رحل، وهو القتب الذي يكون على البعير، فإن له قائمتان من أمام ومن خلف، كل واحدة المؤخرة يقال لها مؤخرة الرحل. نعم. فتكون السترة، يستحب أن تكون السترة مرتفعة بقدر ارتفاع مؤخرة الرحل، تبلغ الذراع يا شيخ. وإن كان أمامه جدار فإنه يكفي، أو يكون أمامه بعير أو أمامه أي شيء مرتفع فإنه يكفي سترة له، ويستحب له أن يقرب من السترة. فإن لم يجد شيئا قائما فإنه يغرز عصا، أو يعرض العصا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، وهي العصا الصغير الحاد الرأس، يركزها في الأرض ويصلي، تكون أمامه ويصلي إليها، تكون سترة. فالعصا يقوم مقام السترة بأن يغرزه في الأرض أو يعرضه أمامه. فإن لم يجد شاخصا من مؤخرة رحل أو حجر أو جدار، يعني لم يجد شيئا مرتفعا من هذه الأشياء، فإنه يصلي إلى خط،
يعني يخط خطا أمامه ويكون مقوسا أو مستقيما ليقوم مقام العصا، وليتنبه المرء أن هذا هو السترة لهذا المصلي فلا يحول بينه وبين سترته. نعم. مؤخرة الرحل ما طولها تقريبا؟ طولها الله أعلم يختلف، يعني باختلاف اختلاف الأرحل أحوال الناس لكن لعل طولها تقريبا نصف ذراع أو نحو من ذلك. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا بيان للأشياء التي يبطل مرورها صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته أو مرت قريبا منه إذا لم يكن له سترة. من العلماء من يقول لا يبطل الصلاة مرور شيء، وهذا ما عليه الجمهور أنه لا يبطل الصلاة شيء مرور شيء. مرور شيء. أي نعم، ولكن يكون مكروها أو محرما بحسب الأحوال. ومن العلماء من يقول إنها تبطل بمرور ثلاثة أشياء فقط: الكلب الأسود البهيم يعني الخالص في السواد الذي ليس فيه لون غير السواد، والمرأة والحمار، هذه الثلاثة إذا مرت بين المصلي وبين سترته أو قريبة منه إذا لم يكن له سترة فإنها تبطل صلاته، لما جاء في الحديث يبطل الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار. ومن العلماء كما هو هنا أن الذي يبطل الصلاة شيء واحد فقط وهو الكلب الأسود البهيم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه شيطان، الكلب الأسود البهيم شيطان أي متمرد، الشيطان يراد به المتمرد من البهائم ومن الجن ومن غيرهم، كل متمرد عات شيطان فإنه يقال له شيطان، فيكون شيطان من البهائم وشيطان من الجن وشيطان من بني آدم أيضا، شياطين الإنس والجن. نعم، هذا معنى قوله بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني لا بمرور امرأة أو كلب، ولعل الراجح هو هذا إن شاء الله، أنها تبطل بمرور الكلب الأسود البهيم فقط ولا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور الحمار. نعم. أحسن الله إليكم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم، يباح للمصلي أن يتعوذ عند آية الوعيد وأن يسأل عند آية الرحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما في حديث حذيفة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بثلاث السور الطوال البقرة والنساء وآل عمران، قال لا يمر بآية فيها وعيد إلا وقف يتعوذ، ولا بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل. هذا في النافلة. قال ولو في فرض، فما لأنه ما جاز في النافلة جاز في الفرض، ولكن لعل الراجح أنه يقتصر على ما جاء في السنة وأنه يفعل هذا في النافلة فقط، أنه يفعل في النافلة فقط لأن النافلة أوسع من الفرض ولأن هذا الذي وردت به السنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. هذا الفصل لبيان أفعال الصلاة وأقوال الصلاة. الصلاة عبادة تشتمل على أقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى أربعة أشياء: شروط وأركان وواجبات ومستحبات.
أما الشروط فقد تقدم ذكر شيء منها أو ذكر معظمه، النية واستقبال القبلة والطهارة وستر العورة إلى آخر ما سبق. نعم. والشروط تتقدم الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها، هذه الشروط، لأن الشرط يتقدم المشروط فلا بد من تقدمها عليها. والأركان جمع ركن، وهو الجانب الأقوى للشيء، وتكون في داخل ماهية الصلاة، تكون في داخل ماهية الصلاة، كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين إلى ما يأتي تعداده إن شاء الله. هذه الأركان. نعم. هذه هي الأركان. والواجبات هي ما عدا هذه الأركان من تكبيرات الانتقال، الانتقال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذه تسمى الواجبات. والسنن ما عدا الأركان والواجبات، وهي سنن قولية وسنن فعلية، كالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والتعوذ والبسملة وقول آمين بعد قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود وما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في الاعتدال من الركوع إلى آخره. ذكر العلماء أن سنن الصلاة القولية والفعلية تزيد على 40 سنة، قولية وفعلية. والفرق بين هذه الأقسام أن الشروط لا بد من توفرها مع الاستطاعة، لأن المشروط لا يصح إلا بوجود شرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فما عدا نعم، فهذه هي الشروط. وأما الأركان فإن من تركها عمدا بطلت الصلاة، ومن تركها سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مقامها. وأما الواجبات فإذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. وأما السنن فإنها لا يؤثر تركها في الصلاة، إن جاء بها فهذا أكمل وأتم في الصلاة، وإن تركها عمدا أو سهوا فإنها لا تضر صلاته. الحمد لله. قال أركانها القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وهذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس. والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. والفاتحة وقراءة سورة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والركوع. والركوع وهو الخضوع لله عز وجل بأن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع. نعم. والاعتدال عنه. والاعتدال عنه وهو القيام من الركوع، ويدخل فيه القيام من الركوع، لأن الاعتدال لا يكون إلا بعد قيام من الركوع، فلو أنه سجد من ركوعه بطلت صلاته لأنه ترك ركنا، فلا بد من الرفع والاعتدال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلي. وكان يقف بعد الركوع حتى يقال إنه قد أوهم، يعني يطيل الاعتدال من الركوع. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة كما سبق، السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف واليدان وراء الركبتان وأطراف القدمين، هذه أعضاء السجود السبعة، فلا بد أن يسجد عليها جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلو رفع واحدا منها في كل سجوده ولم يضعه على الأرض من غير عذر لم تصح صلاته. نعم. والاعتدال عنه. والاعتدال من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، يعني يرفع ويجلس بين السجدتين. نعم. والجلوس بين السجدتين. نعم، لا يكفي الاعتدال، فلو اعتدل ثم سجد على طول فإنه ترك واجبا، ترك ركنا حتى يجلس بين السجدتين، فالجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. والطمأنينة في الكل. والطمأنينة في جميع الأركان، في الكل يعني في جميع الأركان، والطمأنينة هي السكون وإن قل، بخلاف النقر فإنه يبطل الصلاة، هي السكون وإن قل، فلو نقر الصلاة ولم يطمئن فيها أو في بعض أركانها لم تصح صلاته، بدليل حديث الذي صلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: صل فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي، قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الصلاة، وفي كل ركن يقول: حتى تطمئن، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، ساجدا، حتى تطمئن جالسا، ثم قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. صلى الله. نعم. والتشهد الأخير وجلسته. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، بخلاف التشهد الأول فإنه سيأتي أنه من واجبات الصلاة، والتشهد هو ما جاء في حديث ابن مسعود: التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعيذ بالله من الأربع: من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. هذا التشهد الأخير، ويدعو بما تيسر زيادة على ذلك. وجلسته يعني لا بد أن يؤدي هذا التشهد وهو جالس. نعم. فلو أداه وهو قائم لم تصح مع القدرة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان، ركن مستقل من أركان الصلاة. إذن عندنا ثلاثة أركان التشهد الأخير. أولا صيغته التي وردت، وثانيا الجلوس له، يعني يؤديه من جلوس، وثالثا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه ثلاثة أركان التشهد الأخير. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإنها لم ترد، فإنها لم ترد بها في هذا بخصوصه. نعم. والترتيب والتسليم. والترتيب يعني من أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان، لأن يأتي بها على هذه الصفة: القيام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم الاعتدال بعد الركوع، ثم السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم التشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلو قدم بعض هذه الأركان على بعض لم تصح صلاته، لأنها مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد صلى مرتبا بين هذه الأركان عليه الصلاة والسلام، وعلمها المسيء في صلاته ورتبها بثم، رتب بعضها على بعض بثم، فدل على وجوب الترتيب فيها. نعم. والتسليم هذا هو الركن الأخير، التسليم، وهو تحليل الصلاة، وذلك بأن يقول السلام عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا نهاية لقائنا من هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع الاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.